بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يطيب لنا في هذا المساء المبارك في هذا المسجد وبعد هذه الصلاة المباركة أن نلتقي بكم على موعد سابق من أجل إلقاء كلمة والإجابة على ما يأتي بعدها من الأسئلة إن شاء الله. لا شك أن المسلم بحاجة إلى أن يتعلم أمور دينه، عقيدته، صلاته، زكاته، صيامه، حجه وعمرته، لا بد أن يتعلم هذا على كل فرد، فرضا عينيا على كل مسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه. لا يجوز له أن يبقى على جهله أو أن يعبد الله على جهل، إن هذه طريقة النصارى وهم ضالون، يعبدون الله على جهل وضلال. المسلمون ولله الحمد أورثهم الله العلم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعبدون الله على علم، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، دين الحق هو العمل الصالح، وهذا باق في أمته إلى أن تقوم الساعة ولله الحمد. فاجتماعنا هذا وإن كان قصيرا فإنه يختص بأن نتعلم شيئاً من أمور ديننا ونعلمه لغيرنا، والذي لا يأتي في وقت يأتي في الوقت الآخر، يتواصل الخير إن شاء الله. فعلى المسلم أن يتعلم أمور دينه، ومجالات التعليم ممكنة ولله الحمد، في المدارس، في المعاهد، في الكليات، في المساجد، في سؤال أهل العلم، استماع إلى المحاضرات وإلى الدروس وإلى البرامج في وسائل الإعلام، البرامج المفيدة. فالعلم ولله الحمد متيسر، لكن الشأن في الإصغاء والاستماع والحضور، هذا هو الشأن. فاجتماعنا هذا إن شاء الله أنه طرف من أطراف تعلم العلم أو تلقي العلم أو الاستماع والانتفاع، لكن على المسلم أن يحرص ويتتبع مواقع العلم أينما كانت، ولا يتهاون بها أو يتكاسل أو ينشغل عنها، فإذا حرص المسلم يسر الله له. والعلم لا يأتي دفعة واحدة، إنما يأتي بالمتابعة وطول الوقت والتلقي، هذا من ناحية. ناحية ثانية، العلم ليس المراد منه تحصيل العلم وحفظ المسائل، بل المراد منه العمل. فإذا عمل الإنسان بما يعلم استقر عنده العلم وزاد، كما في الحكمة: من علم بما علم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. علم يدعو بعضه بعضا ويتنامى ويزيد مع العمل الصالح.
وليس المهم كثرة العلم، المهم العمل ولو كان العلم قليلا، والقليل يزيد بإذن الله مع العمل ومع طلب العلم والحرص على تلقيه أينما كان، يكون في الدرس، يكون في المحاضرة، يكون في البرامج الإذاعية، وسائل الإعلام، يكون في قراءة الكتب، يكون بالسؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الشأن في الحرص، حرص المسلم على ذلك، إذا حرص على ذلك وصلحت نيته يسر الله له سبيل العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق يتنوع كما ذكرنا، أينما وجدت العلم فخذ منه ما تيسر، أينما وجدته، في مسجد، في مدرسة، في مجلس، فإنك بهذا تستفيد وتفيد بإذن الله. إنما الآفة الإعراض والانشغال وعدم المبالاة بأمور العلم، هذه هي الآفة والمصيبة، ونرجو أن لا نكون كذلك إن شاء الله. نرجو أن نكون مهتمين بأمور ديننا، وأن لا نعمل إلا بعلم فيما نعمل به، نؤسسه على علم صحيح، ولا نأخذ ديننا من العادات والتقاليد، بل نأخذه من الكتاب والسنة كما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إني تارك فيكم ما إن تركتم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وهما موجودان ولله الحمد، القرآن موجود ولله الحمد ومتيسر، والسنة موجودة، والعلماء موجودون الحمد لله، فليس لنا عذر في البقاء على الجهل أو على التقليد، ليس لنا عذر. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بقاء هذا العلم واستمراره إلى أن تقوم الساعة، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسل من قبله إذا مضى وقت بعدهم اندرس العلم، كثر الجهل وكثر، لكن هذا النبي خصه الله باستمرار دعوته واستمرار القرآن والسنة إلى أن تقوم الساعة، حجة على من لم يعمل، وحجة لمن يعمل. الطريق واضح، والحاجة ماسة إلى تعلم العلم. لا نقول يتعلم العلم كله، أو نقول يتعلم ما تيسر له، ويحرص على ما يستقيم به دينه، في صلاته، في عقيدته أولا، في صلاته، في عباداته، يكون على يعبد الله على علم، ويكون على هدى. هذا هو المطلوب، ودين الله ولله الحمد باقي، والله جعل العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، أما دام ورثة الأنبياء موجودين فالناس بخير ولله الحمد، وهم موجودون ولله الحمد، لكن قد يقلون وقد يكثرون، ولكن هذا الدين ولله الحمد مستمر وباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن يحتاج منا إلى اهتمام، ويحتاج منا إلى عناية، والله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،
ميسر القرآن، والسنة تفسر القرآن وتوضحه، فهي إلى جنب القرآن. كلام أهل العلم أيضا يشرح ويفسر الآيات والأحاديث ويبين الفقه. فالله جل وعلا ما ترك لنا حجة، والخير موجود لمن أراده، والحمد لله. من علامات الخير في هذه الأمة أن المسلمين يحرصون على الاجتماع في المساجد وسماع الدروس وسماع المحاضرات ويسألون، هذا من علامة الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نترك المجال لما حضر من الأسئلة. نعم، شكر الله لفضيلة الشيخ هذه التوجيهات المباركة. وهنا بعض الأسئلة، نبدأها بالأسئلة المتعلقة بالحج. فضيلة الشيخ، هناك من يسأل كثيرا عن مسألة الدين، وهل تمنع الحج؟ وبعض الإخوة يسأل يقول إذا كان عليه دين لكن تبرع له شخص بالحج أو وجد حملة مجانية، فهل له أن يحج أو لا؟ نعم، لا شك أن الحج يحتاج إلى الزاد والمركوب، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه للحج ذهابا وإيابا، والمركوب، الراحلة المراد بها المركوب في كل زمان بحسبه. فإذا توفر له الزاد والراحلة وهو لم يحج من قبل وجب عليه الحج لأداء الفريضة، وإذا أدى الفريضة فيبقى الحج في حقه نافلة، حج مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. بالنسبة لمن عليه دين، إن كان عنده ما يغطي ويسدد الدين ويكفيه للذهاب والإياب في الحج إنه يحج. أما إذا كان ما عنده قليل ولا يكفي إلا للدين فقط إنه لا يحج، لأنه غير مستطيع. لكن لو وجد من يتحمل نفقته من حملة خيرية أو محسن يكفيه المؤونة فلا بأس بذلك، يحج، تيسر له الحج ولو على حساب غيره. نعم. فضيلة الشيخ، هنا سؤال أيضا يقول أنه يعني في أثناء الطواف طرأ عليه طارئ فخرج من الطواف في أثناء الطواف ثم قضى حاجته ورجع إلى الطواف، وأحيانا تقام الصلاة في أثناء الطواف فيصلي الشخص ويعود إلى الطواف، فهل يبتدئ الطواف من جديد أو يستأنف؟ إذا كان إنه خرج من الطواف لأمر ضروري، حاجة ملحة، أو حضرت الصلاة وصلى مع الجماعة فلا بأس بذلك، فإذا سلم فإنه يبدأ الشوط الذي قطعه، يبدأه من جديد من عند الحجر ويبني على الأشواط السابقة. كذلك إذا خرج لحاجة عارضة وهو باق على طهارته، باق على وضوءه، رجع وهو باق على طهوره والوقت قريب، فإنه أيضا يبني على أشواطه السابقة ويبدأ من الحجر فيما بقي ويكمل طوافه والحمد لله. نعم. هنا سائل يقول: هل يجوز أن أحج ولم تكتمل علامات البلوغ؟ نعم، يجوز، حتى الطفل الذي في المهد يجوز يحج له حج،
لقي ركب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقالوا من القوم؟ قال محمد وأصحابه. فرفعت امرأة صبيا معها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الصغير يحج ولو كان في المهد، إن كان مميزا فإنه ينوي الإحرام بنفسه ويطوف ويسعى بنفسه صحبة والده أو وليه، وإن كان دون التمييز فإن وليه يحمله ويطوف به ويسعى به محمولا وينوي عنه الإحرام ويجنبه محظورات الإحرام، والده يقوم بذلك ويكون له حج، لكن حجه نافلة إلى أن يبلغ. فالحج ممن هو دون البلوغ هذا نافلة، فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام وتصح حجته قبل نافلة له قبل الفريضة. نعم. هنا السائل يقول: هل رمي الجمار عن شخص يسقط عن ذلك الشخص المبيت بمنى، وما حكم التلبية الجماعية؟ المبيت بمنى ليس من أجل رمي الجمار، نسك مستقل، ورمي الجمار نسك آخر، فلا يكفي أنه يرمي الجمار عن المبيت في منى، ما يكفي هذا، لابد يبيت في منى إذا تيسر، لأن هذا نسك من مناسك الحج، واجب من واجبات الحج، ويرمي الجمار في وقت الرمي نسك آخر. نعم. يقول: فعل كبيرة وهو مصر عليها، فهل الحج يكفرها رغم الإصرار؟ وما معنى الحج المبرور؟ الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة، ما يكفرها الحج، الصغائر هي اللي تكفر بالعبادات. قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما، لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بالصلوات وبرمضان وبالجمعة، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، لدي إعاقة برجلين وألبس جهازا مساعدا للمشي، وألبس عليها كندرة أو جزمة، الله يكرمك، يقول: هل يجوز لي التوكيل في الوضوء لشخص آخر يمسح الخفين؟ أن يبدو أنه ما يستطيع يمسح الخفين. نعم، إذا كان لا يستطيع غسل أعضائه أو المسح على الخفين فإنه ينيب من يقوم بذلك نيابة عنه، النية من عنده والوكيل يقوم مقامه بالتوكيل. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا الشخص من مصر يقول: لا يخفى عليكم الأحداث القائمة في مصر من مسارعة بعض الشيوخ المعروفين لدى الكثير من الناس من إنشاء حزب سموه حزب النور السلفي من أجل مقاومة التيارات الليبرالية والعلمانية، فهل يجوز المسلم أن ينضم إلى هذه الأحزاب أو يعطيها صوته في الانتخابات؟ أتمنى أن تبسطوا الجواب لحاجتنا لذلك، بارك الله في أعمالكم. الواجب على المسلم في وقت الفتن أن يتجنبها وأن يبتعد عنها إلى أن تهدأ ولا يدخل فيها، هذا الواجب على المسلم. والأحزاب هذه والتكتلات قد تجر إلى شر وإلى فتنة وإلى اقتتال بما بينها، فالمسلم يتجنب الفتن مهما استطاع، ويسأل الله العافية، ويدعو للمسلمين بأن يفرج الله عنهم ويزيل عنهم هذه الفتنة وهذه الشدة. نعم.
هذا سائل يقول كثر التفحيط في الآونة الأخيرة، فما حكم التفحيط في قول فضيلتكم؟ كل ما فيه خطر على الإنسان أو على غيره إنه لا يجوز. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التفحيط والسرعة الخارجة عن العادة، قطع الإشارة، خالفة السير، أنظمة السير، كل هذه أسباب ممنوعة لأنها تفضي إلى محاذير وإلى إتلاف أنفس وأموال. على المسلم أن يترفق في قيادته للسيارة وأن يتبع الأصول، أصول القيادة، وأن لا يعرض نفسه وغيره للخطر. نعم. هذا السائل يقول: أسأل الله تعالى أن ينفع بعلمكم، هل يجوز غناء الرجل لزوجته وما حكم التسمية باسم ماريا نسبة إلى ماريا القبطية؟ ثم يطلب من الشيخ الدعاء أن ييسر الله له الوظيفة. تسمي باسم ماريا لا بأس به، اسمه مباح، والأصل في الأسماء الإباحة إلا ما كان فيه تشبه بالكفار، أسماء الكفار، أو كان معبداً لغير الله كعبد الحسين وعبد المسيح أو غير، لا يجوز التعبيد لغير الله، أو عبد الكعبة، هذا محرم. وأما الأسماء التي ليس فيها تشبه وليس فيها تعبيد لغير الله فلا بأس بها. نعم، وقيت السؤال. هل يجوز للرجل أن يعني حكم الغناء؟ الغناء لا يجوز، الغناء له من اللهو، والله جل وعلا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني بدل أن يستمع للقرآن استمع للأغاني، والأغاني صوت الشيطان، قرآن الشيطان، والقرآن كلام الرحمن، ولا يجتمعان. كما قال ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. يمكن تحب القرآن وتحب الغنى، بل تحب القرآن وذكر الله عز وجل، وأما إذا اشتغلت بالغنى واللهو واللعب فهذا يبعدك عن ذكر الله وعن القرآن. نعم. وهذا السائل يقول: كثر لبس البناطيل الضيقة للشباب، فما حكمها خاصة في الصلاة؟ وما رأي فضيلتكم في من يقول إن المسعى الآن داخل المسجد؟ المسعى داخل المسجد لكنه مشعر مستقل، وإن كان داخل المبنى إلا أنه باق على أنه مشعر للسعي، وأدى فيه السعي، ويجوز للحائض أن تسعى وأن تبقى فيه خلاف المسجد، فلا يجوز للحائض أن تجلس فيه. فالمسعى له أحكام خاصة وإن دخل في مبنى المسعى. نعم، بقية الجواب. وهذا السؤال. نعم، البناطيل الشيخ. لا يجوز للمسلم أن يلبس اللباس الذي لا يستر أو اللباس الضيق الذي يبين أعضاءه ومفاتن جسمه، لا يجوز هذا. يلبس لباساً ساتراً واسعاً، ولا يلبس البناطيل والأشياء الضيقة أو الأشياء الشفافة التي لا تستر ما وراءها. نعم. أيضاً سؤال يقول: ما حكم فرش المساجد باللون الأحمر، وما حكم الخروج مع جماعة التبليغ الأحباب بين قوسين الأحباب؟ فرش المساجد يجوز في كل فراش صالح للمسجد، ولا ينظر إلى اللون، ولا ينظر إلى اللون أحمر أو غير أحمر، المهم الفرش اللائق للمصلين. وأما جماعة التبليغ أو جماعة كذا وكذا، نحن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما وافق طريقة الرسول وأصحابه والسلف الصالح
نسلكه ونمشي معه، وما خالف نتجنبه. والرسول حذرنا من المحدثات، وحذرنا من الفرق المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن على منهج واضح ولله الحمد، لا نستورد مناهج وطرق من غيرنا، بل نحن على طريق واضح، فلماذا نترك هذا الطريق ونخرج إلى طرق أخرى؟ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنحن لسنا بحاجة إلى هذه المناهج أو هذه الطرق، لسنا بحاجة إليها. أغنانا الله بالإسلام، وأمرنا الله بلزوم الصراط المستقيم. فالله جل وعلا لا يرضى لنا إلا صراطه الذي شرعه لنا، فما وافقه فهو حق، وما خالفه فإنه مردود. نعم. وهذه سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، أن أضحي أنا، أو سائل عفوا، سائل يقول: ما هو الأفضل، أن أضحي أنا وزوجتي أم مع أهلي، علما أننا لا نسكن معهم؟ وسؤال آخر له يقول: ما حكم تركيب الرموش للنساء أمام أزواجهن؟ أما الأضحية فتجزي عن الرجل وأهل بيته، كما في الحديث تجزي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، يضحون بواحدة وتكفيهم، ولا حاجة إلى كثرة الأضاحي في البيت الواحد. وأما البيوت المتفرقة فكل بيت له حكمه، كل بيت تشرع له الأضحية. نعم. والرموش لا تجوز، لأنها من تغيير خلق الله، لأنها من تغيير خلق الله، تبقى المرأة على ما خلق الله لها من الرموش ومن الحاجبين ومن ولا تغير خلق الله عز وجل وتتصنع بشيء ليس من خلقتها، إلا إذا كان فيها تشويه وفيها مرض أو شيء يحتاج إلى علاج تعالجه. أما ما دامت سليمة الحمد لله، تكفيها ما خلق الله لها من جمال المنظر من رموش العين والحواجب وغيرها. نعم. يقول: ما حكم الحلف بقول ورب القرآن ورب الإيمان ورب الكعبة؟ ورب الكعبة هذا لا بأس، ورد به الدليل، قولوا ورب الكعبة بدلا أن تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. وأما رب الإيمان ورب القرآن هذا ما ورد، لا نحدث شيئا لم يرد في السنة. نعم. علي يقول: علي قضاء رمضان وأود أن أقضيه، فهل يجب أن أعقد النية من الليل؟ وسؤال آخر يقول: أدركت الإمام وهو راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وهو لا زال راكع، وعندما أهويت للركوع فإذا هو قد رفع، فهل أدركت الركعة؟ نعم. السؤال أول السؤال قضاء رمضان. نعم، قضاء رمضان لابد من النية من الليل قبل الفجر، لا بد أن ينوي الصوم الواجب من قضاء أو أداء أو نذر أو كفارة، لا بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، فإن أخر النية بعد طلوع الفجر لم يصر واجبا، يكون صوم تطوع، يكون من صوم التطوع ولا يجزي عن الواجب. نعم. السؤال سؤال شيء فشيء. نعم. يقول: ما حكم المبيت بمزدلفة في أيام التشريق لوجود المخيم هناك بمزدلفة، يعني بدل منى؟ من لا يستطيع المبيت بمنى ليال أيام التشريق، من لا يستطيع يبيت بطرف الحجاج في مزدلفة أو عند الجمرات أو في
يعني في أي مكان متصل بالحجاج، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يستطيع المبيت بمنى ولو أن يأتي إليها يمشي ويبيت فيها معظم الليل، هذا واجب عليه. نعم. وهنا سؤال يقول نفع الله بعلمكم، هل يجزئ إذا كان عليه إطعام 10 مساكين أن يعطيها لمسكينين 2 فقط؟ إذا أعطاه لمسكينين بقي عليه 8. لو تعطي كل واحد كيس من الرز ما يجزي إلا عن واحد بس، يبقى عليك 8، كل واحد له 1.5 كيلو من الطعام، يعني 15 كيلو على 10 فقراء، ولا يكفي بعضهم عن بعض. نعم. يقول هل الذنوب تمنع من طلب العلم، وهل كلية الشريعة تكفي عن طلب العلم على المشايخ؟ الذنوب ما تمنع من طلب العلم، وما يتعلم إلا لأجل ما يفعل المذنب، كيف يتوب، كيف ماذا يعمل، ماذا يجب عليه، فهو يتعلم ولو كان مذنبا. قل من يسلم من الذنوب، يعني ما يتعلم إلا واحد من الملائكة، ما هو ممكن هذا، تعلم ولو هو مذنب ويتوب الله عليه ويستغفر. نعم. وأما لاقي السؤال، السؤال الأول. نعم. كلية الشريعة يقول هل تجزي عن الأصل أن الإنسان اللي ينتظم في كلية الشريعة أنه يحافظ على دراسة الكلية ويفهمها ويتقنها، فإذا كان عنده زيادة وقت ويجلس على المشايخ في المساجد فهذا زيادة خير، أما إذا كان يبي يضيع دروس الكلية ويروح للمساجد لا، هذا ما يصلح. نعم. هذا يسأل عن التأمين الشامل للسيارة، هل هو حلال أو حرام؟ التأمين التجاري صدرت فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية بتحريمه، لأنه أكل للمال بالباطل، لأن فيه ربا، فيه قمار، فيه شرور، فلا يجوز التأمين التجاري بجميع أنواعه، لا يجوز هذا. نعم. يقول السائل كثر في الآونة الأخيرة ظاهرة تشجير الحواجب عند النساء، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ لا يجوز العبث بالحواجب، بل تبقى على ما هي عليه كما خلقها الله، ولا يعبث بها لا بقص ولا بنتف ولا بتشقير ولا بغير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص وهو قص شعر الحواجب، أو نتف شعر الحواجب، أو حلق يحلق الحاجب ويجعل مكانه صبغ أو شيء أسود، هذا من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله، ومما يأمر به الشيطان، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، نسأل الله العافية. على المرأة أن تترك حواجبها كما خلقها الله جمالا لها، ولا تعبث فيها بأي شكل من العبث. نعم. وهذا السائل يقول ما حكم التكبير في الشوط السابع من الطواف بعد نهايته، وهل يلزم إذا كبر أن يأتي بشوط ثامن؟ يبدأ الطواف بالتكبير وينهيه بالتكبير، ينهيه كما بدأه، يكبر ثم ينصرف، ولا يلزمه إذا كبر أنه يجيب شوط ثامن، هذا بدعة لا يجوز. إذا كمل السابع وحاذ الحجر يشير إليه ويكبر ثم ينصرف، والحمد لله. نعم. يقول ما رأيكم في من يقول الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وإذا انتقض الوضوء أثناء شوط من الأشواط فماذا يفعل؟ الذي يقول لا تشترط له الطهارة للطواف هذا مخطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه طاف على غير طهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكان يصلي بعد الطواف، هذا دليل على أنه على طهارة. وجاء في الأثر الموقوف على ابن عباس وله حكم الرفع، قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهو مثل الصلاة تجب له الطهارة. نعم. يكون ما حكم لبس الخفين تحت الكعبين في الحج؟ لا يجوز إلا إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم. من وقعت عينه على الحرام وهو محرم، ما كفارته وما توجيهكم لمن أراد الحج؟ المحرم وغير المحرم، النظرة التي لم يقصدها، نظرة الفجاءة، لا يؤاخذ عليها. أما النظر المقصود إلى المرأة وإلى الفتنة لا يجوز، هذا لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن النظر إلى الحرام سهم مسموم من سهام إبليس كما في الحديث، يغض الإنسان بصره عن مواقع الفتن وعن النساء وعن، لئلا يقع في الحرام، يقوده ذلك إلى الوقوع في الحرام، سهم مسموم من سهام إبليس. والنظر المقصود هذا حرام، فكيف إذا تابعه وإذا صار يذهب إلى أسواق النساء وإلى تجمع النساء بقصد النظر؟ هذا أشد إثما، وهذا ينبت في قلبه الشهوة وينبت في قلبه النفاق. أما غض البصر فإنه يزكي القلب، ذلك أزكى لهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فغض البصر يطهر القلب ويزكيه ويجد له أثراً في قلبه خشية لله عز وجل. النظر يورث في القلب الشهوة، يورث في القلب النفاق والمرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر وهو متمتع ثم ذهب إلى جدة لأمر طارئ، فهل ينقطع تمتعه؟ لا، ما ينقطع تمتعه إذا ذهب سافر بين الحج والعمرة، لا ينقطع تمتعه إلا إذا سافر إلى بلده، إذا سافر إلى بلده وجاء للحج ينقطع تمتعه، يصير مفرداً. أما سفره لغير بلده فإنه لا يقطع التمتع. نعم. كل فضيلة الشيخ، بالنسبة لحج الصغير الذي لم يبلغ، هل يطوف بدون وضوء لعدم تمييزه؟ المميز لا بد يتوضأ، المميز لا بد يتوضأ، كما أنه لا يصلي إلا بوضوء. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لا بد يتوضأ. أما الذي دون التمييز فهذا لا وضوء له، ولكن يحج عنه، ينوي عنه وليه ويفعل به المناسك، ويكون له أجر وللطفل نافلة. نعم. هل الصبي الذي يبلغ، هل الصبي يبلغ من حين دخوله 15 أو عند تمامه 15 ودخوله 16؟ يبلغ لتمام 15، أما قبل أن يكمل 15 فإنه لا يحصل له البلوغ، هذا البلوغ في السن، إلا إذا كان أنبت أو احتلم ولو كان قبل 15. أما إذا لم يحتلم ولم ينبت فإن آخر حد هو 15 من عمره. نعم.
السائل يقول: فضيلة الشيخ أحبكم في الله، هل يجوز للحاج إذا كان قادما من السودان أن يذهب إلى المدينة ثم يحرم من ميقات أهل المدينة وجزاكم الله خيرا؟ الحاج من السودان أو غير السودان يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة، فإذا ذهب إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي ورجع إلى مكة قصد الحج والعمرة يحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل توصون الدعاة وطلبة العلم إذا تمكنوا علمياً وشهد لهم بذلك أن يستخدموا وسائل الإعلام المرئية للدعوة؟ من كان مؤهلاً بالعلم فإنه يدعو إلى الله بالوسائل المباحة، بالوسائل المباحة، بالمحاضرات، بالدروس، بالخطب، بالجمعة، بالكتابة. أما إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز له أن يباشر الدعوة، لأنه قد يقول شيئاً لا دليل عليه أو يفتي بشيء لا دليل عليه. نعم. الدعوة يشترط لها العلم. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم. نعم. يقول: أنا قادر على الحج لكنني أريد الحج بدون تصريح لأني لا أملك الثمن الحملة، وسمعت بأن علماء المملكة يقولون لا يجوز الحج بدون تصريح. نعم، لا يجوز معصية ولي الأمر. إذا حججت بدون تصريح فأنت آثم، لكن حجك صحيح لكن تآثم ومعرض للعقوبة أيضا من ولي الأمر. نعم. هل البلد الذي لا يحكم بالشريعة بلد كفر أم بلد إسلام؟ وهل حاكمه حاكم شرعي وله بيعة؟ نحن ما جئنا هنا لنتكلم على الحكام وعلى من هو مسلم ومن هو منهم غير مسلم، نحن جئنا لإجابة الأسئلة الخاصة بكم. نعم. أما أمور السياسة لا تدخلوننا فيها. نعم. يقول: نحن مجموعة من طلاب تحفيظ القرآن، نريد منكم وصية جامعة نافعة في طلب العلم. نعم. نحن مجموعة من طلاب حلقات تحفيظ القرآن، ونريد من فضيلتكم وصية جامعة نافعة في طلب العلم. حفظ القرآن من طلب العلم، ثم بعده تتعلمون السنة حسب استطاعتكم، تتعلمون العقيدة والتوحيد، تواصلون طلب العلم، لكن الأساس هو تعلم القرآن أولاً لأنه الأصل، ثم تتعلمون بقية العلوم. نعم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا جاء الكفر معرفاً بالألف واللام فهو المخرج من ملة، هل هذا يقتصر على المصدر فقط أم يشمل مشتقات كاسم الفاعل الكافرون؟ نعم، هذا قاله شيخ الإسلام وغيره. الإسلام المعرف بالألف واللام هو المخرج من الملة، الكفر الأكبر. أما الكفر الذي يكون نكرة فهذا هو الكفر الأصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. أما بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذا كفر أكبر، لأنه بالألف واللام. هذا هو المعروف عند أهل العلم، ويتبعه ما اشتق منه، هذا مصدر ويتبعه ما اشتق منه. نعم. يقول السائل: إذا ذهبت الزوجة إلى صلاة الجمعة في مكة بدون رضا زوجها فهل هذا عصيان منها؟ أولاً إذا كانت لم تؤدي فريضة الحج وتيسر لها المحرم فليس لزوجها أن يمنعها من أداء الفريضة، كما لا يمنعها من الصلاة المفروضة.
ومن الصيام صيام رمضان المفروض، أما النافلة فله أن يمنعها ولا تحج إلا بإذنه. نعم. وهذا يقول: هل الزكاة تجوز إلى أخ محتاج، إلى أخوه شقيق محتاج؟ لا بأس بذلك إذا كان فقيرا، زكاة للفقراء، والقريب أولى من غيره، الفقير القريب أولى من غيره، تكون صدقة وصلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: حجت أمي قبل 3 سنوات وأضاعت الرفقة عند سعي الحج، ولم تطف إلا 5 أشواط بين الصفا والمروة ثم سافرت إلى بلدها. نعم. يقول: حجت أمي قبل 3 سنوات وأضاعت الرفقة عند سعي الحج، ولم تطف إلا 5 أشواط بين الصفا والمروة ثم سافرت إلى بلدها. نعم. نعم، قصد طواف الإفاضة، 5 السعي، سعي بين الصفا والمروة. أي السعي اللي هو سعي الحج، سعة 5 أشواط. أي سعي الحج ولا سعي القدوم؟ ها؟ الحج لا يجزيها، لا بد أن ترجع وتأتي بالسعي كاملا، سعي الحج لا بد أن تأتي به كاملا ولا يجزيها 5 أشواط. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله عليكم يا شيخنا، هذا القرآن يرفع في آخر الزمان؟ نعم. هذا القرآن يرفع في آخر الزمان؟ نعم، عند قيام الساعة، قيام الساعة يرفع القرآن، بحيث لا ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون دينا ولا ينكرون منكرا، تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، نظرا لكثرة الفتن في هذا الزمان، فإني يا فضيلة الشيخ شاب مستقيم، لكن بعض الأحيان لا أتمالك نفسي أمام هذه الشهوات وأخشى أن أقع في الحرام، فهل الزواج في حقي واجب؟ علما أني أخبرت والدي لكن قال لي بعدما تتخرج من الجامعة، فما رد فضيلتكم؟ نعم، قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا كنت لا تقدر على الزواج فعليك بالاستعفاف، غض البصر والصيام كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يصبر ويتجنب، استعفف حتى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. هذا يقول: فضيلة الشيخ أحبكم في الله، توفي والدي رحمه الله وقد حج لكن عليه صوم ولم يقضه بعد رجوعه، يقول: مات وعليه صوم عدم القدرة على الهدي، فما العمل؟ وهل حجه صحيح؟ حجه صحيح ويصام عنه، يصام عنه بدل الهدي، يصوم عنه قريب أو ولي أو أحد من إخوانه المسلمين يصومون عنه. نعم. هذا يقول: من حج عن غيره بعد أن حج عن نفسه، هل له أجر الحج مثل أجر من وكله؟ وما حكم المبيت بالعزيزية؟ النائب له أجر على إبراء ذمة أخيه، وله أجر في صلاته في الحرام، وله أجر في دعائه وذكر الله عز وجل في المشاعر. أما الحج نفسه والنسك فهو عن المنوب عنه، عن المنوب عنه، أجره للموكل أو للمنوب عنه.
لكن له أجر ما زاد على النسك، ما زاد على النسك من النوافل من، فإن له أجره. نعم. ولو ارتكب الصبي الذي عقد له الحج أحد المحظورات كتغطية رأسه فماذا، فهل عليه فدية؟ إذا كان غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً ليس عليه شيء، ولكن إذا فطن أو ذكر فينزع الغطاء ويبادر بذلك، ليس عليه شيء. نعم. هذا سائل يقول: رجل استدان ليشتري منزل بغرض التجارة وما زال يسدد في أقساطه، فمتى يخرج زكاة المنزل؟ نعم. رجل استدان ليشتري منزلا بغرض التجارة وما زال يسدد في أقساطه، فمتى يخرج زكاة المنزل؟ إذا ملك منزلا ونواه للتجارة، نواه للبيع، يبدأ الحول من نية البيع، فإذا مضى سنة على البيت من نيته للبيع فإنه يثمنه بما يساوي ويزكيه ولو كان عليه دين، الدين ما يمنع الزكاة على الصحيح. نعم. يقول، ما أدري هذا يقول في الصراعات الدائرة، لأن نترك هذا السؤال. نعم. يقول: يا شيخي، أحب طلب العلم الشرعي جدا ولكني أجد راتبي لا يكفيني وأهل بيتي وما علي وعلى أبي من ديون واجبات، يقول، والنتيجة أني حرمت مجالس الذكر ومطالعة الكتب إلى القليل، فما الحل لمشكلتي؟ الحل لمشكلتك أن تطلب الرزق لتسدد حاجتك وحاجة من يحتاج من أقاربك، من يلزمك نفقتهم، فالحل أنك تطلب الرزق. فإذا كان عندك زيادة وقت لطلب العلم تطلب العلم، أما أنك تترك طلب الرزق وتجلس لطلب العلم وأنت فقير ولا وراك ناس يبون نفقة، فليس هذا بطريق صحيح. نعم. يقول: كيف يجاب على رواية مسلم في حديث الذي وقصته راحلته وقول صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا وجهه، على ما هو مقرر في المذهب؟ يعني كانوا يسأل عن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم. المشهور عند أهل العلم لا تخمروا رأسه، وأما رواية لا تخمروا وجهه ورأسه فهي يقولون رواية شاذة. نعم. العمل على منع تغطية الرأس، رواية لا تخمر رأسه، هذا اللي عليه العمل. نعم. يقول: قرأت في منسك الشيخ عبد العلامة بن حميد رحمه الله أن من خصائص منى أنه لا يقربها الذباب والبعوث، فهل هذه الخصيصة ثابتة؟ نعم، قالوا هذا، وأنت جرب شف، لا منك صرت في منى شف، تشوف ذباب تشوف بعوض. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح السعي قبل الطواف؟ وقد قرأت في بعض المناسك أن ذلك يصح استدلالاً برواية عند أبي داود. الجمهور على أنه لا يصح السعي قبل الطواف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمره وحجه ما سعى قبل الطواف، وكذلك أصحابه، إلا واحد قال لم أشعر، واحد قال لم أشعر يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، هذا لم يشعر، نسي أو جهل. وإلا الغالب على الصحابة أنهم يسعون، وكذلك الرسول يسعون قبل الطواف. نعم. يقول: هل هناك كتاب تنصحون به في معرفة الدماء الواجبة في الحج على مذهب الأئمة الحنابلة؟ الدم الواجب في الحج على نوعين: دم النسك لحج أو لتمتع أو قران، هذا دم نسك واجب، والنوع الثاني دم الجبران لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور، دم الجبران هذا واجب،
وأما ما زاد عن دم النسك ودم الجبران فهو تطوع. نعم. يقول ما حكم ترك المضحي أخذ شعره وأظافره في عشر ذي الحجة، وما الحكم إذا كان يريد أن يضحي ويحج؟ نعم، الحكم أنه واجب عليه أن يتجنب أخذ شعره وأظفاره من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته يوم العيد، يتجنب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الظهر والشعر لمن يريد أن يضحي، هذا واجب عليه ويحرم عليه أخذهما. وأما نعم نعم يقول أراد أن يضحي وفي بلده وهو يحج، هل يأخذ؟ لا مانع، الأضحية ما تمنع، يضحي في بلده ويحج، لكن إذا كان الأضحية عنه أو عنه وعن أهل بيته يدخل فيها فهو لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تذبح الأضحية، إلا إذا تحلل من النسك، إذا تحلل من الحج والعمرة فهو يأخذ من رأسه، يحلق أو يقصر وإن كان لم تذبح الأضحية، لأن هذا نسك واجب. نعم. هذا يسأل عن طريقة لحفظ القرآن الكريم التي توصون بها. طريقة تجلس عند المعلم وهو يعلم.